راحوا راحوا شو عندك معلومات؟ الخزنة محروسة وقوية. شو عندك عن مستودعات المي؟ محفورة بالصخور، بخزنوا فيها مية الشتي وبيشربوا منها وبيسقوا الجيش أيام الحرب والحصار. بعضها وسعوا 30 متر، إلو فتحة ضيقة بسكروها، بيوضعوا عليها علامات وحدهم بيعرفوها. مراكزها وين؟ هيدا اللي ما قدرنا نعرفه. ناس هون على عشرة الصخر صاروا صخور، ما عم نقدر نعرف منهم شي. ورجالك ما قدروا استمالوا ولا إنسان؟ ولا إنسان. دفعوا مال، المال بيفتح طرقات وقلوب. بتذكر لما دفعنا لمجلس مدينة مكدونيا تصوت معنا؟ بتذكر ماركوس اللي كان يعارض لما قبض كيف تغيرت خطاباته؟ مش كل مرة المال بيفعل يا باتريكوس. هون الناس مشحونين بأحلام النصر، واللي معه الحلم مش راح يعيرنا إياه.